السلام عليكم أعزائي المشاهدين، يمجدكم وصفة جديدة. وصفة اليوم هي وصفة المسفوف. المسفوف اللي خيرت نديره معكم اليوم هو مسفوف بطريقة أمبو سبيسيال، يعني كما جرت العادة احنا دايما المسفوف تاعنا ولا الطعمون جينيرال الكسكس نشمخوه بالماء. هذا المسفوف يعني حنديره بطريقة جديدة، حنشمخوه بالحليب والنتيجة حتكون رائعة. إذن أعزائي المشاهدين، باش نحضروا هذا المسفوف الرائع واللذيذ جدا نسحقوا المقادير اللي راكم تشوفوهم الان، مقادير جد بسيطه. ندوزوا مباشره للمقادير. هنا عندنا بطبيعه الحال عندنا الكسكس، هنا اللي خيرت كسكس متوسط مويا. هنا ماشي حنستعمل هنا فيه كيلو، ماشي حنستعمل كامل كيلو بيان سور، حندير غير ارطل 500 غرام. اذا حندير نصف تاع نصف الكميه تاع هذا الكسكس. نسحق ايضا الحليب. هنايا حندير حليب يعني ماشي مغلي، ني مغلي ني هكاك بارد من الثلاجه. نسحق ايضا هنايا بيان سور باش ندير المسفوف تاعي نسحقو حنديرو بالزبيب. يعني المسفوف كاين انواع، كاين يديرو بالزبيب، كاين بالفول، كاين بالجلبانه. انا اليوم حنديرو بالزبيب، يعني يمشي مليح مع هذا المسفوف سبيسيال اللي حنشمخو بالحليب. نسحقو ايضا بطبيعه الحال نسحقو شويه سكر شويه ملح، نسحقو شويه مارغرين في النهايه باش ندهنوا به الكسكس تاعنا. اذا اعزائي المشاهدين جوز مباشره لطريقه التحضير اللي حتكون كالتالي. اذا جوز مباشره. الوغ هنايا ناخذ الجبنه ديالي بيان سور باش نخدم الاز ونبدا نحضر في الكسكس تاعي. اذا كما راكم تشوفوا هنايا هاي لك الجبنه ديالي. الوغ هنايا ناخذ اول ما قبل كل شيء ناخذ الكسكس تاعي. انا قلت هنايا حنستعمل 500 غرام، يعني ارطل نصف الكميه اللي موجوده في هذا الساشي. الوغ هنايا هلا كيس تاع الكسكس تاعي ونروح للمنتصف. اذا ندير النص هاوليك 500 غرام هنايا كيما راكم تشوفوا هاوليك. ندير شوية 500 غرام الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا. هنا بعد ما درت الكسكس تاعي واش ندير؟ ناخذ الملح كيما راكم تشوفوا هاوليك، ندير عفوا هذا السكر معليش كيف كيف، ندير هنايا ملعقة تاع السكر، نزيد ناخذ الملح هاوليك، ندير ايضا ملعقه تاع الملح. هنايا ملعقه تاع الاكل، ملعقه تاع الاكل تاع الملح. اذا ملعقه تاع الاكل تاع الملح وملعقه تاع الاكل تاع السكر. هنايا نخلط بيان هذوما النواشف كما راكم تشوفوا هكذا بهذا الشكل. هنا بعد ما خلطتهم ناخذ الكيس تاع الحليب ديالي بيان سور. هنايا نبدا نشمخ الكسكس تاعي بالحليب. اذا كما قلت الحليب تاعي لهنايا ماشي مغلي، عادي من الثلاجه نورمال يكون بارد هكذا ونشمخ كما راكم تشوفوا. يعني هكذا كما نفس الطريقه كما موالفين نستعملوا مع الماء برك. هنايا حنا التشمخ تاعنا حيكون بالحليب، حتكون نتيجه رائعه. اذا هنا بالنسبه للكميه تاع الحليب اللي حديروها هكذا حتى تشوفوا، يعني هكذا هنا كما هنا اونفيرون واحد نص ريتله. اذا نفرطل دير واحد النص ريتله تاع الماء، ولا كاين حاجه واحده اخرى باش تعرفوا بلي الطعم تاعكم راه مشمخ مليح. هكذا كيما هكذا كي تربدوا هكذا شغل تقدروا تخرجوا قطرات من الماء. اذا يكون هكذا، هنا نزيد شويه هكذا هكذا بهذا الشكل هكذا نزيد شويه هكذا. بعد ما شمخت الكسكس تاعي بطريقه عاديه كيما مره ندير مع الماء، هنايا نخلي الكسكس تاعي ينشف كما راكم تشوفوا حتى يشرب لي بيان هذاك الحليب اللي سقيتو به، يعني شمختو بالحليب هكذا حتى ينشف ونعاود نولي فيما بعد. الوغ كما راكم تشوفوا في الوقت اللي راهو الكسكس تاعي هنايا راهو ينشف، يعني باش يعاود يشرب لي هذاك الحليب، نروح نشمخ الزبيب ديالي. اذا نجوز مباشره. الوغ كما راكم تشوفوا هذاك الزبيب تاعي هنا، ناخذ الماء ونفرغ عليه الماء نخليه يتشمخ مليح هكذا، نخلي الزبيب تاعي هكذا
يتشم خليه. هنا فقط ملاحظه، هنا بالنسبه لكميه الزبيب مع الرطل تاع الطعم اللي درتو، هنا نسحق واحد 150 غرام تاع الزبيب. اذا استعملتو كامل الكيس ديرو 300 غرام تاع الزبيب، يعني باش يجيكم مسفوف يعني فيه الزبيب باش ما يكونش فارغ، باسكو هنا حنتناولوه وحده ماشي حناكومبانيوه بلا صوص بلونش ولا. معناتها في الكيلو ديرو 300 غرام، فرطل 150 غرام بيان سور. اذا نخلي الزبيب تاعي هنايا يتشمخ مليح والطعم تاعي راهو يتشرب، ونروح نتلاقاو في مكان. انا هنا عاودت وليت الطعم تاعي، شوفوا هنا بعد ما نشف. اذا نشوفوا كيفاش هنايا، يعني بطريقه عاديه كيما في نديرو مع الماء، يعني هنا نحاولوا نحلوا هاد الكتل تاع الطعم هنايا بعد ما نشفوا، كما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقه نحلوا الطعم تاعنا بيان هكذا هكذا، يعني حتى نتحصل على الطعم تاعي مفتوح كامل، يعني نحي كامل هذوك الحبيبات هذو ما هكذايا، نحلهم كامل بهذه الطريقه ونعاود نولي نحل الطعم تاعي كامل ونعاود نولي. الو كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما حليت كامل الطعم تاعي، يعني نحيت كامل هذوك القطع اللي كانوا متماسكين هكذاك الكوتل هذوك، هنا ناخذ الزيت تاعي ندير حوالي هكا 3 ملاعق تاع الاكل. هنا بالنسبه للزيت تقدروا تضيفوه مع الاول كامل كي تجوا تشمخوا بالحليب، انا هنا فقط يعني عندكم الاختيار. هكذا نعاود ندخل كامل هذاك الزيت ديالي هنايا هكذا بهذه الطريقه، لو كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما دخلت هذاك الزيت بون هاي النتيجه. هكذا نحاول هكذا نزيد نحل الحبيبات تاوعي، هكذا نروح نجيب الكسكاس تاعي وندير الكسكس تاعي في الكسكاس. ندوز مباشره الوغ هنا ناخذ الكسكاس تاعي ونضيف شويه زيت هكا ندير في يدي كيما راكم تشوفوا هكا شويه زيت، يعني هذه هي شغل استوس يعني لتفادي اي التصاق هكذا، وندهن لو فون تاع الكسكاس ديالي بهالطريقه يعني كيما راكم تشوفوا هكذا، يعني هذه تساعدكم باش تتفاداو اي التصاق هكذا بهذه الطريقه. الو هنايا يعني نحط الكسكاس تاعي ونبدا نفرغ مباشره بهذه الطريقه. نكمل العمليه تاعي. الو كيما راكم تشوفوا انا بعد ما فرغت كامل الطعم ديالي، هنا ناخذ الكسكاس تاعي. اذا بهذه الطريقه ناخذ الكسكاس تاعي ونديرو الفور، نديرو الفور طبعا راني دايره الماء يغلي مقبل. الو كيما راكم تشوفوا هنا راني درت الماء يغلي مقبل، اذا ناخذ الكسكاس تاعي ونديرو الفور. اذا هنا نخلي الطعم تاعي فور لي اونفيرون واحد 15 مينوت حتى نشوف لا فابور تاعي خرجت ونعاود نولي. اذا كيما راكم تشوفوا هنا بعد مرور حوالي 15 دقيقه هنايا الطعم تاعي خلاص راهو فارلي. هنا نلاحظ خروج بعض البخار، لان نجوز مباشره ناخذ الكسكاس تاعي ونعاود نحطه في الاناء تاعي ولا في الجفنه ديالي. اذا نجوز مباشره الو كيما راكم تشوفوا راني جبت هنايا الطعم تاعي بعد ما فارلي، اذا مباشره نديرو في الجفنه ديالي كيما راكم تشوفوا. بون كيما كنت انا بعد كي درت هذيك الزيت تاعي لداخل، يعني ما يلصقليش طعم لداخل. الو كيما قلت هنا باضافه كي دهنت السطح تاع الكسكاس تاعي ولا باضافه الزيت، يعني شوفوا ما يلصقليش باش نتفادى اي التصاق. كيما راكم تشوفوا هنا طعم تاعي هاوليك، يعني كيما راكم تشوفوا الفوارة اللي خرج منه مازال له سخون. انا واش نزيد ناخذ، انا ناخذ نزيد نجيب السكر تاعي ونزيد ندير ملعقه تاع السكر. الوغ كيما راكم تشوفوا هاوليك السكر تاعي هنايا، هكذا نزيد ندير ملعقه واحده اخرى تاع السكر هكذا. هنا نزيد ناخذ الحليب ديالي هكذا نكمل نزيد نشمخو بوغ لا دوزيام فوا بالحليب هكذا، يعني بهذه الطريقه هكذا ونحاول نفرده هكذا نشمخو هكا. هنا نزيد نضيف حوالي واحد 4 لتر تاع الحليب، يعني بنفس مراحل كيما مواثين نشمخو الطعم تاعنا بال يعني بالماء فقط. هنا حنا راني عوضتو بالحليب، يعني قلت لكم نتيجه رائعه كيما راكم تشوفوا هاوليك هاهوك. هنايا فقط هاكا نزيد نخلط شويه باش يدخل يتمزج هذاك السكر مع الحليب بهذه الطريقه. هنا نزيد فقط شويه، يعني نشمخو بنفس الطريقه كيما مواثين نشمخ بالماء هكذا. بعد ما ضفت هذا الحليب بوغ لا دوزيام فوا هنايا
كما قلت نخلطو هكذا بيان، يعني باش يتمزج لي مليح الحليب مع السكر اللي ضفتو. والاضافه تاع هذيك السكر ماشي حتكون بزاف، يعني ماشي حيجيني بزاف حلو الطعم ديالي، فقط يجيني فيه يعني ذوق بنين، يجي رائع. مام هنا بالنسبه للاطفال اللي ما يحبوش الحليب، يعني حيتناولوه بلا ما يشعروا باللي كاين الحليب لداخل. كما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقه نعاود نخلي الطعم تاعي روبوزي بوغ لا دوزيام فوا. هنا فقط اضافه ما قلتلكمش، بغيت ناخذ الزيت تاعي نضيف حوالي ملعقه تاع الاكل هكذايا فقط، ونخلط مليح كما راكم تشوفوا، ونزيد نخليه ينشف حتى يشرب لي كامل هذاك الحليب اللي ضفتو، ونعاود نفورو بوغ لا دوزيام فوا، نخليه يشرب ونعاود نولي. الو كيما راكم تشوفوا هنا في الوقت اللي راهو الكسكس تاعي ولا الطعم راهو ينشف بعد ما ضفت الحليب لا دوزيام فوا، هنا نروح مباشره نروح نصفي الزبيب تاعي اللي درتو يتشمخ في الماء، ندوز مباشره. الو كيما راكم تشوفوا هذيك الزبيب تاع هنا بعد ما درتو يتشمخ هنا اونفيرون واحد 20 مينوت راهو يتشمخ هنايا، نصفيه من الماء ونروح نخلطو مع الطعم ديالي، ندوز مباشره. الو كيما راكم تشوفوا هاوليك هنايا الزبيب تاعي هنا بعد ما نشفتو مليح، يعني نحيت لو سبيتو كامل هذاك الماء، يعني شوفوا الشكل تاعو كيفاش ولا بعد ما تشمخ. هنا ناخذ الزبيب تاعي مباشره نضيفه للكسكس ديالي كيما راكم تشوفوا هكذا، ونخلط مليح. اذا كيما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقه نخلط مليح الكسكس مع الزبيب ديالي بهذا الشكل، نستعمل يدي كما راكم تشوفوا. هنا الحليب بعد ما ضفتو لا دوزيام فوا راهو تشرب لي كامل. هنا بالنسبه لكميه الحليب اللي ضفتها يعني 4 ريتلا، مع الاول في قبل التفويره الاولى درت نص ريتلا، وفي التفويره الدوزيام درت 4 ريتلا، يعني هنا اللي حبيت قيد بالمقادير باش ما يغلطش هكذا. اذا هنا بعد ما خلطت الزبيب تاعي مليح نعاود ناخذ الكسكاس تاعي بوغ لا دوزيام فوا هكذا، نعاود ندير الكسكس تاعي لداخل، يعني نفرغو لداخل ونديرو يفور لي بوغ لا دوزيام فوا. اذا نفرغو كامل هكذايا، نفرغ كاع الكمية تاعي. الو كيما راكم تشوفو هنا راني كملت فرغتو كامل بهاد الطريقة. اذا هنايا نعاود نسقم هكذا السطح تاعي، نعاود نحكم الكسكس تاعي ونديرو يفور لي بوغ لا دوزيام فوا، اذا نجوز مباشرة. الو كيما راكم تشوفوا هذيك الماء هنا تاعي راهو يغلي، نزيد ناخذ الكسكاس تاعي هنا بعد ما ضفت الزبيب ونديرو يفور لي بو لا دوزيام فوا، نخليه يفور اونفيرون واحد 4 ساعات حتى يخرج لي البخار، ونشوفوا النتيجه فيما بعد، نتلاقاو فيما بعد. الو كيما راكم تشوفوا هذيك الكسكس تاعي هنايا بعد مرور حوالي 4 ساعه، اذا هنا البخار خلاص راهو يطلع، اذا هنا راهو فار لي مباشره، نروح نحيه ونحلو في الجفنه ديالي، اذا نجوز مباشره. الو كيما راكم تشوفوا لي الكسكس تاعي مباشره ندير في الجفنه ديالي كيما راكم تلاحظوا هذا الشكل، يعني كيما تشوفوا لي ما تلاصقش كامل. انا هنا واش غندير، ناخذ مباشره لا مارغرين ولا الزبده اللي عندكم كيما تحبوا، ماشي برك زيت زيتون، يعني في هذا المسوف ما يجيش مليح زيت زيتون، يعني دو بريفيرون زبده ولا لا مارغرين، ندير حوالي هذا المقدار هكذا من بون كويا غاسوب هذه تكفيني. كما تشوفوا هنا مباشره نبدا ندهن الكسكس ديالي هكذا، مادام هكا سخون نحاول ندوب هاد لا مارغرين. انا هنا ني درت لا مارغرين، اللي حاب يديرها بالزبده سي اونكور تجي خير. نحلها هكذا مليح، اذا كيما راكم تشوفوا نتيجه رائعه. قلت نعاود نكرر باللي هاد الطريقه سورتو للاطفال اللي ما يحبوش الحليب، اللي ما يحبوش كما نقولوا البن، يعني الحليب ومشتقاته، يعني هنايا حيتناولوا الحليب بلا ما يفيقوا، راهو كلش داخل هاد الكسكس، والذوق ما نقولكمش والله غير لذيذ جدا، يعني جربوه رائع، ذوق رائع، يعني كما يقول لك مسفوح بمعنى الكلمه، تقدر تاكلوه تقدروا تاكلوه هكذا بلا يعني بلا كما نقولوا بلا اي حاجه، بلا حتى البن ولا اي حاجه، تتناولوه ويجيكم ذوق رائع. لان نكمل هكذا نحل الكسكس ديالي هكذا مليح، نحاول ندخل هذيك الزبده اللي ضفتها مليح ولا لا مارغرين عفوا هكذا،
هنا راهو سخون شويه، هنا عندي بريفيرونس نكمل نستعمل يدي هكذايا. اذا نكمل نحل الكسكس تاعي بهذه الطريقه، هنا راهو سخون، ونعاودوا نشوفوا النتيجه فيما بعد. اذا كما راكم تشوفوا هذيك النتيجه تاعي هنايا بعد ما دهنته مليح وحليته، يعني كما راكم تشوفوا هاوليك النتيجه اللي تحصلت عليها، يعني نتيجه رائعه. بون انا حنسقي لي زاسيات تاعي ونشوفوا الطبق تاعنا جاهز في طاوله التقديم، نتلاقاو فيما بعد. الوغ كما راكم تشوفوا هاوليك المسفوف تاعي اللي هنايا جاهز صحن التقديم، هذا هو الشكل تاعو النهائي. بون كما راكم تشوفوا هاوليك الصحن الاول، الصحن الثاني هنايا معايا، لان كما جرت العاده نهدي المشاهدين صحن ثاني. اذا اعزائي المشاهدين، يعني صدقوني طريقه لذيذه جدا ومغذيه في نفس الوقت، والنتيجه رائعه. قلت خاصه الاطفال اللي ما يحبوش يتناولوا الحليب، يعني هنا حي يدوا المنفعه تاع الحليب بلا ما يفيقوا باللي يشربوا الحليب. كما راكم تشوفوا هنا راني قدمته مع العنب والدلاع كما راكم تشوفوا هاوليك. بون جينيرالمون حنايا المسفوف نتناولوه بوكو بلوس مع قلت مع العنب، فاكهه العنب والدلاع كما راكم تشوفوا. ايضا كاين اللي يحب يجوزوه باللبن ولا بالرايب، يعني هذا الاختيار تاع الذوق يقعد لكم. كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين بهذه الصور الجميله، نخليكم ونقول لكم اذا عجبتكم الطريقه تاعي في تحضير وتقديم وصفه المسفوف، ما عليكم غير ديروا جيم ولا كومونتير، ولا كنتم اول مره تدخلوا القناه ما عليكم غير ديروا ابوني باش يلحقكم معايا جديد في الاعداد المقبله ان شاء الله. بهذه الصور الجميله نخليكم ونقول لكم الى اللقاء.